مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في مكشات المسافر. جهزنا العزبة كاملة من خيم المبيت ومن أدوات الطبخ ومن أدوات القهوة والشاهي، وإلى البر، والبر معشوق الطبيعة. صلى توقفنا في هذه المحطة للماء السبيل، أبي عبي تانكي السيارة. عندي التانكي سعة 150 لتر. بعد ما عبينا الماء وجهزنا العزبة إلى مكشات المسافر، حياكم الله أجمعين. يقول خلوني أقضي باقي العمر سايح، ما دام العمر مطرف بواقي. يا هلا المترى اللي دول القاعي غبر، وقفوا لي يا ذا الفوه عسالي مكاني، وان وصلت شم الرضي والجيح وياني، ودي ابهاج ضميري واهتني واتنظر، ودي ارفع بصوتي واتبع الصوت ثاني. يا هلا المترى اللي دول القاعي غبر، وقفوا عسالي مكاني، وان وصلت بفياض ثوي وابله تنثر، نزلوني يا شم الرضي والجيح وياني، ودي ابهاج ضميري واهتني واتنظر، ودي ارفع الصوت ثاني. وصلنا إلى هذا الموقع، موقع مكشات المسافر في وسط هذا النفوذ الجميل. الحقيقة وصلنا متأخرين، ولكن نبي نفل الفرش ونشب الضوء ونحط خيم المبيت. والله ينزلنا وإياكم منزل مبارك. الهند الملكي اول ما كشتنا في البر، كيف لا اول مره اروح بر؟ اول مره اروح يا اخي خوف، كان في ديب يجي ليل. خفت من الديب؟ ديب. طيب ايش رايك الديب وراك؟ اول خوف زياده يا اخي والله. لكن يا اخي هذا بر اتينرجي، ما انت لو بر يجي يعني مثلا اكشت بر، هذا اتينرجي جسم فكر يعني فريش، ما يدي فريش يعني، ما يفكر يعني. البر حصل فيه سعادة، في راحة، كل شيء. وهذا الهدف من تصويرنا في مكاشيتنا والنزهات البرية، ويحتاج كل إنسان مثل هالنزهة البرية يغير عن ضجيج المدن والازدحام، ويحتاج مثل هالهدوء التام في جلسة برية تقضي ليلة ليلتين. ما شاء الله الآن متوفر معك كل شيء، معنا ما شاء الله سيارة عزبة مكشات المسافر من وإلى، فيها الخيام المبيت مثل هذا تشاهدون، خاصة بهالليالي نحتاجها ليالي البرد، والقهوة والشاهي والطبخ، ويلا من فضلك. لا والشيف بولند بعد طبخه لا أحكي لكم، بس أهم شيء ما يحط فلفل. فلفل جلود نظر هندي لو ما يحطوا فلفل طبخة معناته هذا معناته بدوبر، معناته دوبر، معناته الله يدبر صالح، بس ترى يدبر الصالح. اي والله. وحان وقت النوم، دخلت خيمة المبيت الآن. الله شوفوا شلون الخيمة تلعب، الهواء يلعب في الخيمة لعب، و
وهذه من الأشياء المهمة معي في مكشات المسافر، مثل خيمة المبيت هذه تقيك من البرد، من المطر، من الهواء. لها طبعا بابين بدريشة ناموسية، هذا الباب الثاني وهذه الناموسية. وأسمع صوت رعد، الله يقيه البلاد والعباد. تصبحون على ألف خير. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. يا سلام على صوت الطرب. هندي الملكي. شوف أقول ابن الخيمة قال لا ما يحتاج، ما في مطر. سبحان الله العظيم، صبت المطر بدأ الآن يبني في خيمته. ها يا الهندي الملكي. ما يسمع كلام أول أنت يا أخي، أين هو القلطان لو ما يسمع كلام هالقفل؟ يلا يلا الحين سلمك الله. تعرف قيمة الخيمة؟ صبحكم الله بالخير مشاهدي الكرام. هذا اليوم الثاني لمكشاف المسافر. مرحنا البارح في هالمكان ما شاء الله، وجانا برد بالحيل، لكن والله الحمد خيام المبيت هذه خدمتنا. الآن نسوي فطورنا. أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله الاستغفار وكثرة الاستغفار، لأن العبد كثير الذنوب، كثير الخطايا، كثير الإساءة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فإذا لزم الاستغفار تحاتت عنه ذنوبه، وإذا تحاتت عنه الذنوب حيل بينه وبين أسباب البلايا وأسباب الشر، لأن أسباب الشر في الدنيا والآخرة هي الذنوب. فهذه الذنوب ليس لها دواء أعظم من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. والعبد الذي يستغفر ربه يقوى إيمانه ويزداد يقينه ويصلح حاله، بل إن الاستغفار يزيد الله به في قوة البدن وصلاح النفس والروح. لا، الثاني معه جاهز. هه، صورني صور. هلا والله وسهلا بالمشاهدين الكرام. اليوم انتهينا من رحلة مكشات المسافر على مدى يومين بنفود الثويرات. أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم، ولا تنسون اللايكات والاشتراكات، ويا حبي لكم.